السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تعودوا كاع لاباس وتعودوا مهنيين. مرحبا بكم في لاشين منزل دي زاد. على بالي راكم حايرين كل مره واش نطيبوا هاد عشاء فطور. كل مره حصله جبت لكم طبق خفيف طريف يتحضر في وقت قصير وما يسحقش بزاف لي زانغريديون، يندار بصدر تاع دجاج. وانتم ما عندكم طبق عشاء هايل، شوفوا كيفاش يجي خفيف. هذوك لي بولات يجوا طريين وبنان، وتقدروا تاكومبانيوه بلي فخيت ولا بوش حبيتو ولا اون سوب كيما انا درت معاه اون سوب هذاك النهار. واش نسحقوا؟ هنا عندي صدر تاع دجاج ريحتو في فلو اشواغ، وهنايا نكرازيلو ولا نابيلو ولا ندرسلو 3 سنين الثوم. فوالا ما نخلو والو يضيع. وهنا نقطعلو معدنوس وهنا عندي لا بودغ تاع الفريك. الفريك حكمت الفريك تاع اللي نطيبو به شوربه فريك، وريحيتو في هذيك في لاباغي اللي ترحي الاخر القهوه وكامل باش يجيني هكذا بودغ. يزيد لوحد البنه انكرويابل، تقدروا ديروه في لافيون داشي في الدجاج، فريمون يعاون ويخليها طريه. ولي زيبيس درت الملح، درت شويه زنجبيل، درت كركم، شويه كمون كما راكم تشوفوا، وفلفل عكري. لي زيبيس ديروا واش حبيتو، كل واحد يدير كيما حب، مي صدقوني كي ديروا هكذايا يجي بنينه. درت له شويه زيت وشويه فرينه باش تقلنا المرقه، ونحكم نعجن هذاك الدجاج، ندخل مليح كاع واش درت له، عجنوه بالطبع. حبيتو تخلوه ما يريح شويه في الفريجيدار. من بعد بون هنا من بعد ما كملت عجنتو راني فريمون عجنتو مليح، نجي ندير لي بولات التوعي. بعد ما كملت درت كاع لي بولات نجي نقليهم، نجيب هكداك شماعون يعود دو بريفيرونس ما يلصقش. درت له واحد 3 مغارف 4 زيت، نحط هذوك لي بولة تاعي نقليهم من كل جهة. هنا بعد ما كملت قليتهم نجي نحيهم، ونسيت ما قلت لكمش نقلوه في نار تعود فوق لا مويا شويه قريبه للقاويه، ماناش نحوسو نطيبوهم، انا نحوسو غير نعطوهم تحميره. بعد ما نقليهم كي نكمل اني نقص الماء ما خليهاش قاويه.
نجي ندير هنا البصل، رحيته مليح كما راكم تشوفوا، وندبل هذاك البصل، ندير له شويه ملح، غير قيس البصل، الملح يعاون البصل باش يطلق ماه ويدبال بالطبع. فوالا هنا كي دبل البصل نجي نتبلو هو تاني، درت شويه قرفه، شويه فلفل، نسيت واش اسمه، عكري ماشي عكري، كركم، راكم شفتوا هذاك الاصفر اونتويتا، درت شويه فلفل الكحل والعكري، فلفل العكري، كركم، هذاك الاصفر الكركم، فوالا ونمرق توجور بالماء سخون. بون راني كوبيت لي باساج مي فريمون خليت هذاك البصل دبال مليح باش تجينا مرقه شابه. نحط الحميصه تاعي هنا، الحميصه انا راهي بخاسك طايبه مي ما نحطهاش مع لي بولاد، انا نحب الحميصه تعود فريمون طايبه بزبده. نطيب واحد 5 مينوت هنا الحميصه، فوالا هنا ما بقى لهاش واحد طابت 90%. نجي نحط هذوك لي بولات، مام لي بولات هذوما تاع الدجاج ما تنساوش باللي فيهم لاخر لا بودغ تاع الفريكس، كيفي كومام لازم يطيبوا شويه. ما ننساوش القرن تاع الفلفل الحار يزيد البنة، ونخلوه حتى يطيب. فوالا كانت هذه هي لا غوسيت تاع اليوم، هذوك لي بولات يجوا فريمون طريين وبنان، جربوهم ماكمش راحين تندموا عليها. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وابونيفو، اذا راكم لا بروميير فوا تشوفوني. ما بقى لي نقولكم سلام.